حالما تلفح وجهك الرياح في إيران يشدك الهوى إلى حضرة الرضا. فالإمام وإيران صنوان ووجهة واحدة، هي الصبر في وجه الظلم. فلا البرد القارس ولا بعد المسافة يثنيك عن زيارة مدينته مشهد، لتنهل من تاريخه وتاريخها الكثير. أينما وليت وجهك هنا في حضرة الرضا يمتد نظراك إلى مدى واسع من الجمال المشهدي، يزيده الحضور الروحاني جمالا. فهذه المساحة الواسعة من المقام والتي تتجاوز المليون متر مربع تضيق بزوارها وبمحبي الإمام الذين يعدون بالملايين سنويا من داخل إيران ومن خارجها. إمام رضا عليه السلام، جميع المسلمين في كل أرجاء العالم يكنون كل الحب للإمام الرضا عليه السلام، ومرقده هنا قبلة القلوب، وأبناء السنة والشيعة من داخل إيران وخارجها يزورون مرقده باستمرار. من أقوال صاحب المقام عن المواصفات المتوجبة في الإمام هو السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة، مواصفات تلمسها العين فور تجاوز أعتاب هذا المقام المقدس أيا يكن انتماؤك، لأن صاحبه الرضا من أرض كرست التعايش بين مختلف العقائد منذ الثورة. يتجلى الفن المعماري الذي يزين جدران المرقد في باحاته المختلفة، يكثر فيها الفيروز الذي تشتهر به محافظة خراسان، لكن التاريخ لا يبرز فقط في الهندسة المعمارية، إنما في المتحف الرضوي ثالث أكبر المتاحف الإسلامية. أشهر أقسام المتحف الرضوي هو قسم القرآن الكريم الذي يضم مصاحف كتبت على يد الأئمة، وهناك أقسام تضم المسكوكات الثمينة قبل وبعد الإسلام. عدا ذلك يوجد في المتحف مركز للأبحاث التاريخية. بسنت الراف مشهد الميادين.